تاني نكرر الفيديو ده تاني. اسمع الكلام ده كويس. اللايف ده انا داير اوصل رسالة لكل الانتهازيين الخونة المأجورين المستهبلين البلدة العنصريين القبليين الجهويين اللي ما عندهم حاجة غير أنه يتعنصروا على الناس ويشتموا القبائل الدارفورية وبالذات قبيلة الفور أنا داير أقول لكل المأجورين وللمستهبلين وللناس العنصريين أمثال العنصر البغيض أحمد كسلة، داير أقول لك حاجة، لو 1000 سنة دورت ذخيرة في دارفور، دارفور ده ما هيتحرر لو الفور ما يتحركوا، اسمع العربي. ليه أجينكوا؟ لأن الفور هم أصحاب السلطة العليا. اسمع العربي ده هنا. ليه؟ طيب ده مش نفسي شغلت الكيزان يا جماعة. نفسي شغلت الجالي والشوايقة. ده مش نفس الشيء. أنت داير تمسح الزغا والنم والفلاتة نم، رزيقات برضو عندهم حواكير هناك نم، والتنجر نم، ولا وما أعرف الداجو نم. تقول أن احنا أصحاب السلطة العليا؟ يا جماعة أنا سب نفسه ليكم يا جماعة، أنا ما تلوموني بعدين، ما تنطوا في رقبتي. وده شغل عبد الواحد. كويس؟ الحمد لله رب العالمين، أنا خيتو، أنا ما دارفوري خيتو. الحمد لله. دار أندوكا يا، دار أندوكا يا زول. شفت كان حيطلع حي شفت ده السبب اللي دمر أهلنا القاعدين في معسكرة النزول واللجوء. ده السبب شفته ده الأقلية. بعدين تعال يا حبوب كويس؟ تعال يا حبوب نمشي قدام شوية كويس؟ لأنه الفور ديل هم أصحاب السلطة العليا أصحاب القرار كيف يا جينكو أنت زول عنصري ولا شنو؟ لا يا بيبي ما عنصري، دي حقائق على أرض الواقع. نمرة واحد، الفور هم الأكثر ناس اللي بيمتلكوا حواكير في دارفور، يعني حواكير كل القبائل الدارفورية مجتمعة، وحواكير الفور براهم حواكير الفور أكثر من حواكير كل القبائل الثانية. طيب ده واحد. طيب حلو. نمرة اثنين، في زول يا جماعة أنا طلعت لايف قلت دايرين الكورة بتاعت فوراي واحد شبر قدر ده، قلنا دايرينه الشهر حسي حكورتك منه ناس دارندوك شال حواكيرك ولا الجنجوي؟ انت حارس حبوبتك؟ ما تلبس كاكا زي ذلك انت من الرجال اللي بيلبس كاكا عشان ماشي واقلع وطاطه؟ الشال وطاطك مرو يوم بس طلعنا لايف ولا لقيت واحد طلع لايف قال يا جماعه ناس دارندوك اي هناك الفورد عندهم حواكير امشي شيلوا منهم؟ محتاج لنا احنا عشان نمشي نشيل وطاوي بتاع الزور ذاته؟ ها؟ ده العنصر مني يا جماعه، الزور الانصري اللي بيجي بيقول يا ناس دارندوكا تعال شيلوا الاراضي، ده الانصري. لكن اللي يقول ان احنا اصحاب السلطه العليا، طيب انت اصحاب السلطه العليا وعندك قلت انتوا 15 مليون، طيب ما ممكن يا جماعه، ممكن جنجوي 3 مليون بس يكشكشوكم كده؟ ما ممكن، لازم نبين لك، لازم نشخطك عشان تاني ما تجيل ادبك كويس. وبعدين عبد الواحد ده وسخ وسيدك، سيدك ولا ما سيدك؟ سيدك 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 يا سيدنيتك، سيدك كيف؟ لانه نحن انا اللي قدامك ده ما بركع الا لله، ونحن ما بنركع الا لله، وانت كاكي زي ده ما بتقدر تلبسه بدليل يا هدى كويس. نحن لايفنا ده ما بيتكلم فيه هنا مثلي هنا، ها المثليين ما بيتكلموا هنا في لايفنا ده، ها ده انت ما راجل مع الرجال يا هدى، انت يا صاحبي، يا صاحبي عشان ما في واحد مثلي هنا، مثلي هنا. وطبعا قوم لوط يجي يقل ادبه هنا، انت داير تقل ادبك اول ابقى راجل مع الرجال والبس كاكي زي كاكي ده، وبعدك امشي حرر وطاطك. نحن ما قلنا دايرين وطاء بتاع زول، نحن قلنا توحيد الزرقاء والناس يا زول ابقى راجل اول حاجه، انت ما راجل عشان تجي تتكلم، انت مثلي، انت مثلي يعني انت قوم لوط يعني ما تتكلم، يعني انت ما عندك رجاله ما عندك بطوله، حتى النسوان ذاته شايلين سلاح
سوسوان شادي سلا انا قال يا سيرتي كمين حولوا لي يا جماعه حولوا لنا سيرتي كمين النسوان اللي في دار اندوك لابسين كاكي وشايلين السلاح حولوا لي على الله واصاب القديم شغال واصاب القديم شغال يا جماعه حولوا لي كويس ونحن ما بنركع الا لله ما نركع الا لله ركعت عبد الواحد ده سيدك ولا ما ركعته ركعت عبد الواحد سيدك ده ولا ما ركعته الليله ده جليد ولا الليله ندقك دق ولا الليله ندقك دق لما جسمك وجعك الصوتاتك نحن ما دارينا يا جماعه ما في زول يشيل وطا الزول امشي شيل وطاتك الشارو منك منو امشي شيل وطاتك دير تتوحد مع الناس حبابك الف ما تتوحد والله نحن فينا مكفينا ما محتاجين لزول ذاته يجي يتوحد معنا ما محتاج اليوم الحمد لله بارك عندنا حواكير يا ربي لك الحمد والشكر يا الله نحن انا واهلي والماي وتحيه للناس اسمه ناس سربة وناس صلاة وناس جبل مون الأسود أنا إحنا والله ما بنركع إلا لله خلينا من الدين الإسلامي زمان كان الناس مش باركة ولا فرعون مش باركة ولا فرعون ها لكن أنا إحنا ما بنركع إلا لله أنت ركعت على عبد الواحد سيدك سيدك ولا ما سيدك سيدك يا هدى أنا داير نصلي فالصلاة يعني ممكن تتجه أينما تريد فأنا الآن متجه نحو جبل مرة عسى ولعل لهم في يعني يساعد أهل جبل مرة وأهل دارفور وأهل السودان عشان هم بينحرقوا من نيران الجنجويل والمجرمين لهم في أنا بشكرك لهم في هاي دارفور بلد جميل وأهله طيبين لهم في خلقهم وهم من الأقدمين ولكن المجرمين والجنجويت دمروها واحرقوها واغتصبوا فتيات زور آية قرآنية ولا ما زورها شردوا أهلها وأصبحوا نازحين ولاجئين وأرسل إليهم عبد الواحد ليكون من المرسلين لهم في أبطي لهم في كلامي على عبد الرؤوف دونفيا لهم في أبطي لهم في أبطي لهم في أبطي لهم في أبطي وأرسل إليهم عبد الواحد ليكون من المرسلين إذ أرسل إلى دارفور وإلى السودان سيدك ولا ما سيدك 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 ستنيتك من الأكل والشراب والله دي نعلات بتلاحقك لخايت جنا جناك نعلات بتلاحقك نحن وسود نحن ما بنركع إلا لله ما بنركع إلا لله جل جلاله في أولاه ما بنركع والله نحن ما نركع للزول مهما كان والله ما نستسلم للجنجويت ولا نركع لخميس ولا نركع لأي زول مهما خميس ركع للجنجويت ما نركع له ولا نركع للسلطان مهما كان السلطان على في كرسيه والله ما نركع له وما نستسلم للجنجويت وصود نحن همشي شوف عفنك وين يا زول ودير أقول لك المليونية بتاعت يوم 30 هاي فالسو بدليل قال ياسر أرمان جاي رئيس وزراء وصاي قال داري يشيل ناس مني وبتاع ديل والجنجويت برا وقالوا ودي صالح كان امس في مؤتمر صحفي ولا في لايف كده قال يا اخي قال له سالوا قال له في انقلاب قال ايوه بكون في انقلاب زي شالوا البشير وجابوا نعوف وبعدك جاء البرهان ويعني شفتها الصف الاول والثاني والثالث والصف ال500 يعني شنو ما في جديد منو الممثلك انت عشان كده محمد سيد قام طلع لايف ارقط يا محمد سيد عشان ما تموت محمد سيد قام طلع لايف وقال يا اخي ناس هاي والله هاي ما الزول اللي عنده شريحتين ده كويس ما يتكلم ان احنا معانا اصحاب الاراضي المهرره يا محمد سيد يا واطي يا جزمه انت يا واطي يا جزمه لانه نحن وسوت لانه نحن نقله قلي حقنا لانه نحن طالما انضمينا الكوش اللي اسمه السودان ده عندنا موارد في دار اندوكا دي هسي مستولي عليها السودان الكبير بقوه السلاح ما عجبكم افصلونا مع السلامه
نرفرف قلمنا بتاع. نحن كنا دارين ننفصل، مسكونا عليك الله يا جماعة، يا جماعة ما في داعي تنفصلوا، يا جماعة يا جماعة الدارفورين نطة في رقبتنا، أنا هذا المركز يا جماعة لا والله الجنوب ذاته اللي انفصل دارين نرجو، هيا أنا هيا أنا. نحن قلنا ماشيين مع السلامة، ما دارينكم ما دارين نشوف خلقتكم دي، ماسكيننا ما ليه أنتوا؟ أكثر ناس عبد الواحد ما نطوا معي في اللايفات، واي 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 بكيتوا زي الناي. قلنا ماشيين معكم، مالا ما ساعدونا، قول لنا طيروا طيروا طيارة تطيركم ما تجيبكم، ماسكيننا مالكم، تتلحطوا تتلحطوا معانا. حسي همتي وجرفات مع الفلنجايات ولا راسهم السلطان ليش شنو يا جماعة يا جماعة، لازم الناس